السلام عليكم، صباحكم الله بخير. اليوم ان شاء الله عندنا قصه يا اخوان، بس قبل القصه يعني في نقطه بسيطه يعني ودي اوضحها. انا ما عندي متابعين صغار عدد 2%، ما عمرهم تجاوزوها. انا العيال 79%، البنات 21% تقريبا، من المجموع ذا كله ذكور واناث 2% صغار بس. فما اعرف وش انطباع الصغار عني، ما قد قابلت صغار في الشارع، قليل، نادرا مره يعني. امس قابلت واحد في محطة مع ابوه صغير، فجاني قال انا اتابعك والله واشوف سناباتك، قلت ما شاء الله زين، قال واقلدك، قلت يلا قلدني، قال ابك الحجاج عادي ابك الحجاج. اي والله يا عيال ضحكت له وانا في داخلي تكاك، لا دقيقة وجل عم بليسك، هذا اللي طلعت به، هذا اللي وش فيه. وابوه يضحك، ابوه منهار جنبي، هذا يعني شوف موهبة ولدي يعني، ويطالع فيني. ابوه قال شفت يعرف يقلد كلام البدو، قلت الله امس كلنا بدو والله يحييك، يعني وش جاك يا ابو. يعني انا ما يبي شخص عاطفي بالعادة، بس والله جاني شعور خذلان عجيب يعني، لان 6 سنوات في السوشيال ميديا ويطلع انطباع عند الصغير ذا اني كذا يلعن بليس، يعني ست ما فيه قلعة ما غطيت، ما فيه جحر ما دخلت، ما فيه وادي، ما فيه نفق ما صور. يعني انا غطيت قبور انا دخلت، يعني الاندلس انا رايح، أنا صار أبغى يرجعونها للمسلمين بسبتينها، كل شوي جاي مبتسي عندها، صوري عن هنا كان المسلمين، هنا مقابر، قالوا خذها عندنا شغلتنا. يعني أنا جاي قرطبة 13 مرة، يعني أنا الإسباني ما جاء قرطبة 13، فيجي الانطباع أن الحجاج عادي. والله لو عاد الحجاج عاد، إن بغيت الصدق إنها بس يعني ممكن تسوي خدمة اجتماعية بسيطة، يعني إذا شفت طفل صغير عندك يتابعني ولا وعنده الفكرة ذي عني ان الحجاج عادي احذفني، لان الفكرة لازم توقد، هذه لازم توقد في المحد عشان ما تكبر معه يعني، وظف لها الشباب عنده شباب. في يوم من الايام في العراق وتحديدا بغداد، اثناء المعركة المشهورة بين الامين والمأمون عيال هارون الرشيد، صار حدث غريب جدا. كان الامين جالس في مجلسه، المأمون انتصر عليه في المعارك كلها، جيش انحاش، قادات جيش انحاشوا، طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون واقف على حدود بغداد. فدخلوا قادة الأمين عنده الباقين، قالوا طال عمرك ترى ما بقى العدد بسيط وحامية القصر، الجنود انحاشوا، عطنا أوامرك وش نسوي. قال عندي كرت أخير، بس يا عيال ترى السيف أبو حدين. قالوا كيف يعني؟ قال مدري سيفا، ما ندري هو يطعنهم ولا يطعننا حنا، ما ندري، بس اذا بياخذون بغداد وبغداد بتروح، خلنا نموت كلنا، خل السفينه تغرق باللي عليها. قالوا طال عمرك وش تفكر فيه؟ قال انا اعلمكم. قام الامين من كرسيه والقاده كلهم يطلعون فيه ينتظرون اوامره. قالوا وش نسوي طال عمرك؟ قال فكوا العيارين والشطر. قالوا لا تكفى ان تفكر في الموضوع مرة ثانية. قال فكوا العيار، عندك خيار ثاني؟ اعطوني خيار ثاني، عندكم خيار ثانية؟ قالوا ما عندنا. قال فكوا الوحوش ذولي، فكوا العيارين والشطار ذولي القتلة وقطعين الطرق والمجرمين اللي في السجون، اللي ساجنين هم الدولة في بغداد، اللي بعضهم الواحد منهم يمكن قعدوا عشان يسجنونه 3 شهور وربع شهور، هم يحاولون في واحد، وذولي الحين مجموعة من القتلة واللصوص وحوش حاجات مرعبة جدا. قالوا طال عمرك لو فكينا ذولي كيف بنسيطر عليهم طيب؟ قال ما نقدر، عشان كذا أنا أقول لك لا السيف أبو حدين، حنا ما ندري إيش بيسوي، بس المأمون بيدخل بجيشه خليه يدخل ويلقى ذولي. والقادة يجلسون يطالعون في بعض، تذكرون الوحوش ذولي اللي تحت الأرض. قالوا طال عمرك انت تذكر كم نقعد علشان نمسك واحد منهم، وكم يموت منا علشان نمسك واحد، تبين نفك ذولي كلهم؟ قال ايه خل الجيش المأمون اذا دخل يشوف ذولي، خليه يمسكهم، خليه يتفاهم معهم، يلا ورنا جيدك في ذولي، طلعوهم كلهم سوا. قالوا تم بس ترى بيحتي باليهم يرجعون يقتلوننا حنا. قال نموت كلنا، يقتلوننا يا شيخ، يلا خلنا نموت كلنا، بس ما تروح بغداد. يروح واحد من قادة الأمين اسمه حاتم بن الصقر، وينزل تحت الأرض السجون حقت بغداد اللي فيها العيارين والشطار، سجونهم خاصة لأنهم مجرمين قتلة، الواحد يقتل بيدينه، يحب أنه يقتل، يفصل الأدم بيده، ويطالع فيهم من وراء الحديد، أشكال مخيفة مرة. يجي عند واحد من الجنود المسؤولين عن حراستهم، قال فكهم كلهم. قسم؟ قال فك المساجين كلهم، أعطيت كلام مرة أنا فكهم. قال يا حبيب دقيقة يا أمر، أفك ذولي
نفك ذول احنا بينهم هنا. قال لي قال يا حبي اطلع اطلع الجيش المأمون يقتلوني يا ارحم لي يا على الاقل بيطعنوني طعنه واموت. انت تدري ذول ايش بيسوون فينا اذا فكناهم؟ انت شوف شوف وجيههم. ويطالع حاتم الا صدق وجيه مرعبه ويطالعون فيها العيارين قالوا وش ما مسوين شيء. فك عاد فك الباب انت ايش فيك اسمع كلام قايدك. قال حاتم مالك تفضل بتفهم معك. حاتم ياخذ المفاتيح ويطالع فيهم قال انا بفك عنكم البيبان بس قبل لا تسوون اي تصرف يعني اسمعوا كلامي. قالوا ايش تصرف ايش توقع يعني احنا معودينهم على قله الادب كل واحد معي. لا والله ما ادري ذول كلهم محكومين بالاعدام اثنين كلهم كل ما في افتح بس ما عليك انت. قال حاتم انا في وجهك يا ربي. هو يفتح البيبان حقت السجن هم يطلعون العيارين والشطار يطلعون يمشون الرجال فيهم هذا كبر يده اربع مرات يده كبر يده شي شي هم يوقفون عند حاتم وحاتم يطالع فيهم. قال اسمعوني خلني بشرح لكم الموضوع كله وانتم بكيفكم. والعيارين يتجمعون على حاتم واحد ينخس بطنه واحد يضرب اذنه يستفزونه. قال حاتم ممكن تسمعوني. قال طيب انت وراك خايف الحين. قال ما بخايف. قال بس ممكن تخاف. قال تسمعوني. قال ابد تفضل. قال جيش المأمون على اطراف بغداد. ندخل جيش المأمون بغداد احرق الدنيا قتلنا كلنا مو بنفرق بين عيار وبين مواطن يعني عادي مش احنا وياكم الحين على نفس سطح السفينه. قال الله من اول انتم بس اللي على سطحها وحنا في شنطه السفينه الحين صرنا كلنا على السطح. قال لا يعني انتم ابطالنا الحين لازم تساعدونا. قال الله ينادونني في السلم يا ابن زبيبه وعندي صدام الخيل يا ابن الاطايبي. قال والله انكم من حنا عيال زبيبه الحين والله يعني خلونا قوه واحده. قالوا العيارين طيب ما في مشكله بس عندنا شروط. قال حاتم ابد سموا ايش تبون. قالوا اول شيء تسقط جميع التهم عنا. قال اسقطت تم. قال واحد منهم حتى انا. قال حاتم انت وش مسوي؟ قال انا طاعن واحد. قال يا اخي ممكن سيفك هو اللي طاح من يدك في بطنه. قال بس اني طاعنها اربع مرات. قال عادي ترفع السيف ويطيح ترفع السيف عادي تصير لا ما يعتبر قتل لا ما عندك اي حكم اعدام. قالوا طيب حنا ترى نفس الشيء كلنا احكام اعدام. قال كلكم ما يا اخي لازم يموت من هذا سنة الحياة ناس تعيش ناس تموت ما 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 عليكم اي احكام. قالوا حلو اتفقنا. قال حاتم اي شيء ثاني؟ قالوا ايه يمكن 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 نطيح على ذهب ويعني في الارض ما درينا عنه واذا قمنا علق في ديننا. قال حاتم ما دريت وانتم منها علق في دينكم الذهب. قالوا ايه يمكن نطيح على اقمشه وتلزق في قالوا عادي لزقت ما لكم. قال واحد طيب ممكن اني امشي وطحت على خزنه في بيت واحد وطاح سيفي في بطنه بعد هو واخذت الذهب لما عاد الراعي. قال حاتم عاد تصير بدنا اول غلطان اللي يحط ذهبه في الخزنه عادي يا عيال فسمح لهم حاتم. قال واحد طيب ممكن يمشي وطحت. قال حاتم عاد انتم ما تعرفون تمشون عاد بلا طيح يا عاد خلاص خذوا اللي حاجتكم اخذوا حاجتكم فسمح لهم حاتم في النهب. قال عاد تقتلون الناس ولا قالوا بناخذ حاجتنا يعني الواحد ما عندنا شيء احنا نبي. قال حاتم اجل خلاص اتفقنا. ففكهم حاتم وطلعوا يمشون وطلعوا وقاموا يشوفون بغداد. شوف قال والله من زمان على الناس وجه الناس وبغداد. قال حاتم بس ترى في مشكله ما عندنا اسلحه تكفيكم والله ما فيه. قالوا اي يسع في عجرة عندك هراوه. قال وش يعني؟ قال في خشب طايح. قال قدامكم جيش نظامي جيش منظم بسلحته وعتاده. قالوا هات خشب يا ابوي في هات خشب هات. قال ابشر يعطيهم خشب عجاري ودنيا. قالوا هات بلك عطنا بلك هات حصى هات حي يا ابوي جيب اي شيء جيب عطنا اي شيء بس عطنا. قال واحد انا ما ابي بديني ما ابي شيء. قال حاتم انتم مستعبين ترى قدامكم قوات جايه من خراسان جيش عظيم منظم. قال حياهم الله حيا خلهم يجون يا خلاص انت اطلع برا الموضوع خلاص خلصت دورك انت حاتم خلاص يلا عيال تجمعنا يلا. فانسحبوا جنود الامين من السوق وبقوا العيارين والشطار ذولي في السوق على اساس انهم زباين وتجار يعني كذا مالين السوق هم. فدخلت فرقه بسيطه من جيش المأمون يوم شافوا ذولي انسحبوا
دخلوا بدأ الجنود يمشون في السوق فهم يشوفون ما في السوق ولا وجه راضي الله عنه وجيت مخيفة. مشى واحد من جنود المامون يطالع على ذاك بشنبه كبره يتقيس قماش، قال الجندي بس ترى ذا قماش نسائي. قال انا احب البس قماش نسائي ذا. انا انت من وين انت؟ قال انا من جنود المامون. قال ايه من جنود المامون؟ بالله تكفى تعال مسكنا مسكنا انا وذولي اللي هنا واقفين، عاقبنا تكفى، احنا ودنا نتعاقب، احنا ما تربينا، ممكن تجينا تضربنا تأسرنا. قال الجندي انا الله يسامحكم انا مالي رغبه، انتم مسموحين ان شاء الله، ويطالع في الوجه. فتجمعوا الجنود حق المأمون مع بعض مره ثانيه، قالوا دقيقه عيال انتم شفتوا اللي شفناه في سوق بغداد؟ قال واحد اي والله انت مره كذاك اللي شايل حمار. قال لي يا اخي انا في اشكال غريبه، في وحوش، فيه الوضع مريب. قال واحد ما قاده دابا ما في جيش وذول يعزل، خلنا نروح نصفيهم، خلنا نروح نقتلهم. قال واحد طيب ايش دراكنا معزل، يمكن معهم اسلحه يمكن ما درين عنها. قال مشينا يا رهم يجمعون جيش. قال مشينا ونشوف. فاجمعوا جيش ودخلوا على سوق بغداد، والعيارين يتجمعون يطالعون في جيش المامون اللي بسيوف وجاهزين. قال عيارين اخيرا جيتوا، يا كنا نتوقع راح ننجو بفعلتنا السيئه، كنا اشونكم جيتوا عشان تعاقبونا. قالوا حقين جيش المامون معكم اسلحه؟ قالوا لا تشوفون اسلحه معنا. قالوا ايش اثبت لنا ما معكم اسلحه؟ قال طيب اثبتوا لهم يا عيالات. والعيارين يفسخوا ملابسهم، فسخوها كلها. قالوا حق الجيش المامون يصدون اي بس يا ولد عيب. قالوا ايش نوريكم ها؟ بروهم يا عيال عندنا اسلحه ما عندنا قال صك غطى القرف ذا يا شيخ، مش الناس ذي، ما انتم متخلفين انتم. قالوا لا عشان نثبت. قال طيب يلا نلبس، يلا هم يلبسون وزره بس يغطون ذا كذا. قالوا احنا ما عندنا اسلحه، احنا بس طلبنا بسيط ودنا نتعاقب. ويجي واحد من جيش المامون بيمسك واحد من العيارين، والعيار يحتريه لين قرب، هو يمسك المعشاره هو يحط رقبته يطقه يكسر رقبته ويطيح الجندي. قال عيار حسيت انا كنت بس اني بعاء بس مبطن عن القتل هدي يا عيال معلش. ويطالعون جيش المامون ذا، والقائد حق فرقه جيش المامون ذي يسحب سيفه ويدخلون على العيارين. جت مشاهد اقتلوهم العيارين قتل هايل بخشب وبيدينهم. ياخذ الجندي يجي بحصانه، العيار يمسك حصان رقبته الحصان يطرح الحصان ويمسك ذا ويكسر رقبته، والقائد يطالع يشوف جنوده مخطوفين شايلينهم عيار. شاف جنوده يموتون بمشى طريقه، شاف جنوده يموتون بيدين ناس، واحد يمسك وجه واحد يفصله واحد، شاف جنوده ينشالون على الظهور، واحد ماخذ النص هنا، واحد ماخذ جنب من جندي ومن حاشبه، واحد مقطعين. شاف مشهد بشع مره، فانسحب انهاش من سوق بغداد، رجع القاداته قايد الفرقه ذا رجع. قال دقيقه عيال انا رايح من الفرقه، انا نزلت على وادي جن، انا ما نزلت على بشر، انا مدري من ذول عيال، انا استقيل، انا ما عاد ابي اقابل الاشكال وجهتي، انا ما مروا علي في معركه مثل ذولي. قال واحد من قادات المامون هو خرساني، قال عراه يسوون فيك كذا يا اخي، عزل انت عار علينا. قال ادخل عليهم شوفهم في سوق بغداد، ادخل ورنا جيدك. فضرب حصانه ودخل في سوق بغداد وشاف واحد من العيارين. يوم شافه العيار كان مشغول، كان ياخذ اعضاء من جنود قاتلهم وكان يجمع، فشافه قال حلو واحد على حصان واضح اللبس زين. فاخذ العجره واخذ جلد اللي كان لابسه جندي، جلد في يده، وجاه يعدي الارض ولا سما. فسحب الخرساني السهم ومده ورمى، فضربها في الجلد واخذها وقال دانق رزقنا الله، السهم قيمته دانق. قال باقي معك 12 بترميها وباخذها كلها 12 وبجيك وباخذ راسك. والخرساني يسحب سهم ويرمي، وكل ما وصلت عند العيار ضربها في الجلد وقال دانق ياخذ يجمع معه دانق سبحان الرزاق. لين وصله ومسك الجام حصانه، بيطلع على حصانه وبيفصل راسه زي ما قال. فضرب الخرساني حصانه منحاش ويلتفت، العيار يعدي وراه، وين دقيقة راسك، وينحاش لين وصل عند الفرقة. فالتفت وقال دقيقة، ذولي مو بإنس ذولي. قالوا حنا شنقول لك، حنا نقول لك حنا نقابل مجانين. قال عيال
هذا يجمع اسلحتي على انها فلوس، هو يطالع فيني على اني فلوس، انا واعضائي واغراضي وحصاني فلوسي بيسرقها. هذول مو بشر. فجت حالة استنفار مهيبة في جيش المأمون كله، فتجمع جيش المأمون بقيادة طاهر بن حسين. في شيء غريب صار، في ناس طلعوا ما حسبنا حسابهم، فهم متجمعين. جاهم جزء من العيارين مفاصيخ يمشون لين وصلهم، قالوا اسمعوا حنا أداكم، لا تحجج وتقتل الناس اللي في السوق تحسبنهم حنا، لا حنا بالمرية ترانا مفاصيخ، ترانا ما أنا بلابسين إلا حاجة بسيطة بس، يعني كذا قماش يعني اسم سترنا. أنت طايش وتحس إنك جيش منظم وجاي من خراسان بخيولك وعتادك ودنياك ومن جنيقك، انزل لي في قصر صالح، حنا نبيكم هناك. تعال فكرة تمام، معنا أسلحة، حتى أسلحة جنودكم ذي خليناها، انزل في قصر صالح يبينون الرجيل، تعال اطلع. وجيش المأمون يطالع، وش ذولي؟ وش الأعراب؟ وش اللصوص ذولي؟ وش القتلة؟ ويروحون العيارين مفاصيخ مفاصيخ رايحين قصر صالح. فتجمعوا العيارين في قصر صالح ودروا القتلة وقطعين الطرق اللي في الجبال ونزلوا، قالوا حنا بنفزع معكم، حنا دخلونا معكم. قالوا مرحبا ومسهلا، زملاء عمل ومهنة واخويا من زمان، يلا بس افسخ افسخ لي ملابسك، افسخ سروالك ذا. يلا قال دقيقة بس انا اريح لي، ترى اني قاتل بسروالي يعني انا متعود. قال لا ما تنفع السراويل في المعركة هذه نبي نرتاح، نبي المعركة ذي فدائية، خلاص نبي ما عليك شيء تخسر، خلصنا. قال تم افسخ وعطوهم قماش، قال لف بس قماش ذا ويجلسوا جلسين. لك ان تتخيل المشهد اللي في قصر صالح، لا تخيل مره يعني، حول شيء وقطعين طرق ولصوص وقاتل ودنيا يحترون. يلا تعال، كل شوي يصيحون المأمون تاخرت، تعال انزل انزل انزل، انت جيش نظامي انت، تعال تبين هنا محك الرجال انزل. فجاء جيش المأمون كله يقوده طاهر بن الحسين شخصيا، قائد قوات المأمون كلها بنظام بدروعهم بسيوفهم بمنجنيقهم بدنياهم، والعيارين ينتظرونهم في قصر صالح. بدأت المعركة، معركة أغرب ما تكون. قابلوا ناس حياتهم كلها أساساً القتل والدمار والتشريد، هو كذا حياته. فكانوا الجنود يتجمعون كلهم على واحد ويطعنونه يطعنونه، هو بالهروة يضرب راس ذا ويكسر قبل ذا ويطعنونه لين يطيح يموت، وإذا مات يتحرك شوي بيطعن ويمسكون يطعنونه. يتجمعون الجنود بجنب السور يلتفتون يلقون عيار فوق، ما مع شيء، يطب عليهم بدينه، يطب يخنق ذا ويضرب ذا ويطعن ذا. قابلوا حوش مرة، شيء عجيب جدا يعني، الجندي بحصانه يعدي بحصانه، ما يدري الواحد متعلق بحصانه من تحت، يطالع فيه يسحبه يطرحه يروح ينزل يكسر قبته، مو بصحيح. فكانوا الجنود يشوفون العيار دمان وجهه ومطعوم من كل مكان وجايهم يمشي، تعال خايفين تعال. فيقول محمد بس انت طاح القماش اللي عليك، قلت تعال. فيجون بيقتلونه، تلقاه يمسك واحد يكسر قبته لين يطعنونه، ما ينحاش يعني، المصاب فيهم المصاب اللي نزيفه بيموت يزحف للجنود، بيقتل واحد اثنين قبل لا يموت. فكان طاهر بن حسين يشوف الوحوش ذولي اللي قدامه، الوحوش ذولي اللي يشوف جنوده يتطايرون يمين يسار وقاداته يقتلون يمين يسار، صاح على جيشه قال انسحبوا انتم قدام بشر من ذولي. فكانت اول هزيمه فعليه لطاهر بن حسين، انسحب، قتلوا فيهم العيارين قتل هايل جدا، فانسحبوا، هزموه ناس عزل بس انهم لهم تاريخ عظيم في القتال. تعال نطلع المراجل هنا. فيوم انتهت المعركه قام واحد من العيارين فيه جروح وطعون ويطالع في بغداد، تدمرت بغداد بالمنجنيق، النار في كل مكان، الأطفال والنساء موتى، شيء عجيب اللي يشوفه. فقال بكيت دما على بغداد لما فقدت غضارة العيش الأنيقي، تبدلنا هموما من سرور ومن سعة تبدلنا بضيقي، أصابتنا من الحساد عين فأفنت أهلها بالمنجنيق، فقوم أحرقوا بالنار قصرا ونائحة تنوح على غريقي، ومغترب قريب الدار ملقى بلا رأس بقارعة الطريق. كان يوصف مشاهد حزينة جدا لبغداد. فكانوا العيارين آفة جيش المأمون، شيء مخيف يا
يطلعوا لهم في كل مكان ويقتلونهم ويرجعون يختفون. وحوش. واحد من جيش المومون يقول يفنى الزمان وما يفنى قتالهم، والدور تهدم والأموال تنتقص، يأتوننا بحديث لا ضياء له في كل يوم لأولاد طوط قصص. يعني هو قذفهم فأشفرت، يعني استحيت شوي، استحيت بالنيابة عنه. يقول جننونا، يلعب ليسهم، يفنى الزمن وما يفنى قتالهم، ها عجزوا فيهم، والعيارين فسخين عجاريهم معهم حصى طالعون بغداد، والله ما تدخل بغداد. ولكن في لحظة تغير كل شيء. الأمين قرر ينحاش من بغداد، الأمين اللي طلعهم من السجون وقال دافعوا عني، انحاش من بغداد في ليلة، فمسكوه جند المأمون وقتلوه. مات الأمين، خلاص يعني الخلافة صارت للمأمون. فبدأوا التجار حقين بغداد اللي كانوا العيارين يدافعون عنهم بدأوا يخونونهم، يقولون للمأمون حنا معك بس فكنا من العيارين ذولي. فنفوهم الناس، نفوهم الناس في بغداد، وصاروا الناس يحذفونهم ويعلمون عليهم الجنود، فصار يموت منهم ناس ويقتلون، ما حد يطلع من العيارين اثنين ثلاثة يتجمعون عليهم الجنود يقتلونهم. كل تخلى عنهم، ما عاد معهم أحد، ما عاد الناس يبون يكسبون ولاء الخليفة الجديد المأمون، وانتم عقبة يا العيارين، كنتوا اللي تقاتلونه. فانحاشوا العيارين، طلعوا من بغداد، هاموا في الجبال، راحوا يلعب ليسكم بعد كل اللي سويناه لبغداد. فتفرقوا كتيبة العيارين في الأرض، الناس إذا قابلوهم قابلوا واحد من العيارين مسكوه وقتلوه. صاروا يقتلون في كل مكان بعد دفاعهم المستميت عن بغداد. مرت السنوات وهم منبوذين العيارين، لين جاء يوم من الأيام ثاروا الناس في بغداد على الدولة، على عميد الدولة جلال الدين، خلاص ثورة عظيمة جدا. فراحوا الواحد من العيارين اسمه أبو علي البرجمي، فقالوا له رجع العيارين، يلا حنا نبيكم الحين معنا. قال أنا وش يطمني كم ما تسوون نفس الحركات القديمة. بدينا أنا تبت عن الدنيا ذي كلها، أنا أرعم يا الحين وفي بيتي المستور ذاب جنب نهري، أخي لا تطلعوني. قالوا حنا معك، نادى العيارين يلا نبدأ من جديد ثورة، تكفى لا تخلينا في الوقت ذا، والله قاعدين نموت جوع، وقفوا معنا. فقالت أم البرجمي اطلع معهم من امك، يلا اجمع العيارين تحت قيادتك من جديد، رجعوا امجادك. فطلع ابو علي البرجمي بعد ما مات المأمون بسنوات طويلة، وخلاص احنا في وقت الحين جلال الدين، فقال لي عند دقيقة بترجع امجاد العيارين يلا. فنادى العيارين فجو اللي في الجبال القطعين الطرق، الناس ذولي كلهم جو تجمعوا، قالوا نسوي زي القديمين نفسخ، قال لا الحقبة ذي بدون تفسيخ، قالوا خلنا عشان اريح في القتال، قال بدون تفصيل خلنا نمشي بين أطفال وناس. فكان أبو علي البرجمي كنه روبن هود، ياخذ من الدولة ويسرق ويعطي الفقراء ذولي، وياخذ وينهب ويعطي الفقراء والمساكين. فما أعجب جلال الدين، ما أعجب الوضع ذا، فقال دقيقة، نادوا الشعب، فجابوا ناس من بغداد، قال اللي يجيب راسه ذا إلها فلوس ما تفنى. فوافقوا انهم يقلبون على ابو علي البرجمي. نادوه يوم من الايام الناس، قالوا حنا في حاجه، عندنا اطفال ما يلقون شيء ياكلون، بالله تعال شوف الوضع شوف. فجاء يوم جاهم يمسكونه يربطونه، والعيارين هم معه، او ابو علي البرجمي منصدم، يمسكونه ويسلمونه لجلال الدين، قالوا هذا هو تصرف معه. فطالع فيهم، يعني انا تارك امي وكنت في بيتي لحالي، ولا لي نيه خروج ولا لي نية، وقلتوا لي حنا معك وتسوون فيني كذا بعد العمر ذا، يعني أنا أمي طيب من لها ون. فداروا العيارين وتجمعوا من كل مكان وحوطوا البيت اللي فيها أبو علي البرجمي، حوطوه كله، قالوا اقسم بالله لين يموت آخر واحد فينا أنا اللي نطلعه. فكانوا القادة وجيش الدولة اللي تبع جلال الدين يشوفون العيارين ونيرونهم في كل مكان محوطينه علشان يأخذون برجمي. قال برجمي طلعوني خلوني، خلاص انا ابطلع تراني بفرقهم وبرجع لامي، برجع بس البيت انا خلاص. قال والله ما تطلع انت. فيوم شافوا الجنود عدد العيارين اللي تجمع في كل مكان، دروا ان ذولي والله اللي يدخلون، والله اللي يفنوننا، يبيدوننا اباده وياخذونه. فقالوا في طريقه، طلعوهم على نفق، هربوه لين يدخلون السفينه في دجله وننحاش به. سووه، سحبوا البرجمي كتفوه ودخلوه مع نفق، العيارين ما يدرون الباقين
يحتلون أي ثغرة أنهم ينقذوا قائدهم. دخلوه في سفينة، داروا العيارين، حوطوا دجلة يمينه ويساره ودنيا وشي، والجنود مع البرجمي في السفينة يتلفتون يلعن بليس يلعن بليس العدد الهائل ذا. قال واحد من الجنود على السفينة، لو عاش البرجمي فنت الدولة، لازم يموت. وبرجمي يسمع، لا يا أخي، يلعن بليس يلعن بليس حياتي اللي كانت رهيبة وساده الحالي، ليه سويتوا فينا كذا؟ ليه خنتونا المرة الثانية؟ فمسك الجندي شعر البرجمي ودخله فالماء في نهر دجلة، دخل والعيارين يطالعون يمين يسار لين مات البرجمي، دفه وطاح غرق في نهر دجلة. كانت كم الشعور الكار، راحوا الجنود، جت جاب النهر، جثة البرجمي على نهر دجلة طايح ميت، وانتهى العيارين بعده. منظر مأساوي كارثي جدا، حتى القتلة ذولي اللي قلوبهم ناشفة دمعوا. العن بليس الغبنة يا عن بليس. وانتهت يا اخوان قصة العيارين المجرمين اللي حاولوا انهم يكونون ابطال ولكن رفضهم المجتمع، وعلمهم ان حياتكم كانت بلا معنى وموتكم بلا معنى. شكل فالأخير كانت الرسالة واضحة للعيارين، إن شجاعتك وقوتك ما تسوى شيء إذا ما أنت بلابس السروال. يذرون على الإطالة، يذرون على القصور. مصادر سوالف من أخوان من كتاب العيارين والشطارة، من كتاب تاريخ الإسلام وفيات المشاهير الإمام الذهبي، بعد رواها المسعودي، وكتب تاريخ كثير روته عن العيارين والشطارة. نشوفكم على خير في أمان الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. اليوم إن شاء الله عندنا قصة يا أخوان، إن شاء الله أني ما نمطول عليكم فيها، بس قبل القصة أنا بوريكم هدية واصلتني من ثنيان السبيع، أخوي وصديقي وعشرة أمر. ثنيان ثنيان غريب يا جايب لي صندوق، شفت هو ما يحب يفكر خارج الصندوق فيحطه، فجايب صندوق تاريخي قديم وعتق وملبس وحاط حاجات أحجار كريمة وسبح وحاجات غريبة عيال، كلها حاجات قديمة ثرية، حاطة كلها في صندوق واحد. طبعا هو يقول لي توريها الناس تلبسه، هو عنده رؤية يعني. شفت هذه أحجار خواتم، أحجار كريمة، شفت هنا سبح وخواتم مربطة طلعها لكم شوي، وهنا هذه كل شيء فيه سالفة، كل شيء يعني خلني مثلا باخذ لكم دي، فأقول لكم الصندوق ذا فيه حاجات تلخمك واجد يعني هنا جايب لك سبح، قلايد، أحجار كريمة قديمة معتقة مرة. شفت هنا عظم جمل بخرزة حمراء، يعني تفتحه تلقى ختم مكتوب تحت عليه، ترى ما دريت عظام جمل، شفت خنجر تلبسها كلها وتصير كاهن في اليمامة. حط لك بعد هنا جايب المارد، شفت المارد يعني جنيك تاخذه معك، يعني تحك دا يطلع لك هبل، وهذا الكحل عشان تكحل، تعرف الكفارة منولين عبد الشمس هذول تكحل عيونك. قصتنا كانت في بغداد في عام 241 هجري تقريبا، كان في رجال اسمه علي بن العباس الملقب والمعروف بابن الرومي. ابن الرومي في المرحلة ذيك في حياته كان في شبابه، كان أبوه يعطيه أبوه فلوس عشان يفتك منه، عشان يروح عنه، لأن ابن الرومي جامع الله فيه شؤم العالمين، متشائم دائم، عاقد حجان ويسب الناس ويلعن ويطالب ويكره الدنيا، متشائم متطير في حياته دي عجيب. فكان أبوه يعطيه، أبوه عنده مزرعة كبيرة فيعطيه فلوس عشان يروح عنه يا أخي روح، فكان أخذ الفلوس دي يروح يشتري بها خمر ويله ويرقص ويبكي يقول ارقصوا انتم بكره ما ندري حنا نرقص ولا نموت، ارقصوا الحين، واللي معه يرقصون خايفين منه عشان ما يهجيهم لان لسانه وسخ، فكلهم يرقصون هم يبكون وحزينين، وهذا وضعه، ياخذ فلوس ويلهو ياخذ فلوس ويلهو. بعدين نظرته السوداويه وتشاؤمه مكره الناس فيه، ما حد يقدر يتحمله يعني. يدخل على ابوه في المزرعه وابوه يزرع، يطالع يقول تزرع؟ تزرع لكم واحد انزرع ولا حصد، ما يمديه يحصد، الموت يحصدنا قبل لا نحصد حنا.
أبوه يطالع بمسحاته معه. قال أبوه كنت ناقصا عليك خمر ها؟ تبي عندي شيء مقطوع؟ رح أشرب يا أخي. وله يا أخي فكني منك. قال إيه. يطالع المزرعة أبوه كبيرة. قال شو أنت ما تبي تشتكي الجوع؟ مش المزرعة دي يا أخي. خلاص يا أنت لو أنت تفتح فمك لسه ما يطيح فيه عنب. أنت منتبه. لو نسد عليك باب رزقك ذا وش بتسوي؟ قال أبوه أنت سد فمك. أنت فكني منك أنا. الأمة جاي وتعدي من بعيد. خلاص ويطالع فمه. قال وتعدين بعد هذا كبرك السنين ما تاكل منت. وتعدين يا أخي وش ذا؟ أنا لو منك خاف على حياتي أخاف أطيح أموت. وأنت يا أخي أنتم غريبين. وأمه تنادي أخوه يجوا أبوه يطردونه. يقولوا نطلع يا أخي أطلع من المزرعة روح. قال أنا بطلع بس تدرون وش الشيء اللي إذا طلع ما عاد يرجع؟ الروح إذا طلعت ما عاد ترجع. قالوا أنت ريتك ما عاد أنت إن شاء الله أنك روح لا عاد ترجع يا أخي روح. فيا طلع من عندهم يمشي بين الناس يكرهونه لأن السباب هجاء متشائم ويمر بن حرب يكره ابن الرومي بعد يكره ابن حرب له خشم كبير. فابن حرب إذا جاء بيسب ابن الرومي يرفع خشمه ويسب ابن الرومي بثم يطيح خشمه على فم. فقال ابن الرومي فيه بيت مشهور مرة طالع فيه ابن الرومي قال لك أنف يا ابن حرب أنفت منه الأنوف أنت في القدس تصلي وهو في البيت يطوف. يروح وابن حرب طالع في خشمه يتدلدل وكذا هو يسبها والناس يتناقلونها لنا بيت لابن الرومي. فيروح يتلفت يدور أحد يسبه يدور. فكانت هذه حياة السباب متشائم مكتئب دائم. فمرة واحد من أخوياه قال ابن الرومي ايش فيك يا أخي مش خلنا نغير جو ونطلع. قال ايش فيني الناس ما يخلوننا في حالنا يسبوننا بس. قال الناس هم مخطئين ابن الرومي ما في مشكلة يلا تعال. هو يأخذه هو يمشون يروحون يمرون مزرعة أبوهم ويلتفت خويه قال يا أخي أبوك طايح في مزرعة. قال طايح تلقاه أكل الفواكه اللي تنبت فوق ونزل يأكل اللي فل... يحب الحياة مرة. وخويه يدخل المزرعة ويلقى أبوه منتفخ طايح منتفخ. قال يا منتفخ أبوك؟ قال منتفخ من أكل العنب. يا يحب يأكل العنب أبوي. هم يقلبونه الرجال ميت أبوه مات. هو يلتفت على ابن رومي قال أبوك مات خلاص ايش فيك ابوك ميت. قال ابوي ميت ها عارف امي بتموت والدنيا بتموت كلها. فتجمع الناس يعزون ابن الرومي وكان حزين جدا على ابوه على السوداوية والضيم اللي فيه زاد ضيم. فقالوا لازم الحين انت تمسك امور المزرعة وامك واخوانك وتقوم المزرعة من جديد. قال ما في وقت الموت وصلنا. قالوا امك عندك واخوك عندك. قال يموتون عارفهم انا موت الدنيا ذي يا ما في وقت الله اني مدري انا اقدر اسقيها بكرة ولا ما نسقيها. يجيها هذه حنا ما لنا حظ في الحياة دي. قالوا يا عيال طلعنا هذا ما يستحي. وبعد 3 أيام يدخلون على امه يلقونها منتفخة. قالت بعد يعني هذه فيها 3 أيام عزة ثاني معلمكم انت طالع في اخوك. قال جايك عارف الموت ذا يجي ما يمدي والله اني مسقيتها من يوم ما مات ابوي ما يمدي ادري انا. فتجمع الناس وعزوه في عزا موك ترك سره يوجع الموضوع بس هو متشائم الموضوع يوجعه في قلبه مره. امي وابوي ماتوا كذا بسرعه. جالس في العزه والناس يعزون ويطالع في اخوه. قلبك يوجعك؟ قال اخوه لا والله اني ما فيني شيء. قال بيوجعك عارف انتم بتخلوني لحالي في الحياه هذه شو اسوي لحالي؟ قالوا يا رجاله اذكر الله اخوك شباب وانت شباب قوموا بمزرعتكم وعندكم املاك وعندكم انت يا اخي اتق الله من اللي تسويه في نفسك. قال ايه يقولون اللي ما يدرون خليني لحالي بس اذا عندك شيء ليت الحين دام انهم متجمعين يعني لانك. فبدا اخوه يزين في المزرعه ويسقي ويحاول ويطالع في ابن الرومي. قال طيب اذا ما تساعدني قال شي راح زين العشاء. قال زين العشاء احنا ما ندري احنا نلحق انت عشاء ولا نموت ما تعشينا يا اخو خسائر يا اخي خلنا اسمع اعطونا خير خل الحياه ذي. اخوه يطالع ابن الرومي تلفت يحك بطنه. قال شوف 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 ابن حرب اول ما يطلع من البيت خشمه شوف شوف خشمه بدا ابن حرب كذا حياته يسب الناس يهجى متشائم. بعد ايام بسيطه
ويجون هالناس متجمعين قالوا أخوك، قال انتفخ، قالوا انتفخ، قال إن شاء الله إنه من العشاء يتعشى زين، وقال لا ميت، قال ميت. حياة ذي سودة. فدخل ابن الروم يا المزرعة، هو حزين جدا، أبوه وأمه أخوه ما له أحد، خلاص ما عاد له أحد هو في بغداد، ذولي هلا ما عنده ربع الجماعة، لأن أبوه مولى وجو سكنه وهنا ما عنده أحد، ما حد يرد الصوت عليه. فبدأ يحاول يترك شيء من السوداوية، وبدأ يزرع ويفك السواقي والماء ويشتغل. بعد أيام كان جالس برا وجوه الناس تجمعوا عنده، قال ها وش فيه؟ ايش عندكم؟ قالوا مزرعتك، قال انتفخت، قالوا لا، جاء الجراد واكل اللي في المزرعة كله. الله اني داري الجراد انتفخ، قالوا بعد ما انتفخ طار الجراد. راحت المزرعة، قالوا ما راحت المزرعة، نقدر نزرع من جديد. اعرفها انا ذي. فتجمعوا الناس وبدوا يحطون في المزرعة ويساعدون ويزرعون من جديد ويزينون. هو واقف بينهم يطالع في واحد، قال انت اطلع من، انت قبيح، اطلع من المزرعة، انا اتشاعم من القبيح. قالوا يعني مش ممكن يصير لك اسوأ، بدنا انت قبيح برضو. قال انا عشان كذا انا ادي عارف حظ القبيح، اطلع انت. ويطرد القبيحين ويخلي وجيههم مقبولة ومشي تمور، يعني زانت المزرعة. جت ايام هم كل ما يسألون على المزرعة، قال لا يا لعنة صار، قالوا يا اخي صار ردت العنة انت ايش فيه كلام ده، حياة دي حياة يا الله، اقسم بالله انك ما تدري تزرع المن. اي والله. وكانوا سامرين يوم من الايام ويطالعون اخوياه، قالوا ده النور ذاك وشنه هو شمس بدري اشرقت بدري وش هو يطالع، قال فيك من بشمس فيك مزرعتي تحترق. قالوا يا ولد انت صادق؟ قال اي والله. ايوه هم يقومون على مزرعته تولع نيران ويجون يطفون، قال طفون عارفها الله يلعنه عارفها. واحترقت المزرعة كلها. يوم طفوها الناس يجونه، قالوا قل الحمد لله ان النيران وصلت بيتك، عندك بيت، بيت كبير، من يلقى البيت الايام دي؟ احمد ربك. قال يبي يروح والله اللي انا عارف على الدنيا ذي. قالوا انت اتق الله من تشاؤمك يا اخي انطلق للحياة، انطلق وتلقى النجاح. قال انا انطلقت ولقيت جراد. يا عيال جراد انت من جاء جراد؟ ما عاد يجي جراد، يعني من جايني جراد ذبح مزرعتي ايش فيكم؟ قالوا انت خليك ايجابي واشتري الناس بالايجابيه وتزين امورك. قال الكلام انا يلا يشتري الناس بايجابيه. يجي بيدخل بيتها لواحد ماسكه، قال ولد انا معطين ابوك فلوس اطلبه ويقول لي بيعطيني اياها من دخل المزرعه والمزرعه احترقت. انت عندك فلوس؟ تعطيني فلوس ولا باخذ بيت؟ الرومي طالع فيهم ذاك يطالع، قال ها عندك فلوس وش عندك انت؟ قال عندي ايجابيه، تقبل ايجابيه تاخذ ايجابيه. فطرد ابن الرومي من البيت واخذ البيت. فطلع ابن الرومي يمشي بين الناس ما يدري ايش راح، كلهم سابهم كلهم هاجيهم. قال اعرفها ذي، اعرفها الدنيا ذي. شوف هم يجونه مواليه الهاشميين عباسيين اللي يعرفون ابوه، قالوا هذه فلوس، رح يا اخي رح ادور لك بيت، راح ادور لك بيت وتزوج، خذ لك عيال، ما انا حطيتهم فوق البيعه، جيب لك عيال يا اخو، اترك حياتك دي، بعدين امدح الناس، امدح الوزراء وامدح الدنيا دي، يا رب يجيك عطايا يجيك فلوس منهم. قال ما يستاهلون المدح، ما في احد. قال دقيقه هات فلوسنا. قال بمدح. قال شوف الوزراء وشوف الاشراف وشوف سادات القوم، امدحهم يجيك انت شاعر عظيم. قال تام. فراح واشترى له بويت زين، وقالوا له فيه وزير هنا امدحه يعطيك يعطي الشعار. قال طيب. فمر عند قافلة وقال ودوني معكم ابى اطلع للوزير. قال صاحب القافلة هات دراهم. قال دراهم ما تشتري مني الامل، اعطيك الامل بدأ. قال هات دراهم انا بدراهم. قال يا اخي كلنا بموت انت. قال انا ودي اموت وانا معي دراهم. هات دراهم. قال اقدر. هو يركب معهم ويروحون للوزير، هو يدخل على الوزير ويمدحه قصيدة عظيمة، ويطلع برا وينتظر مع الشعار، ياخذ يوم يومين حولها هو ينتظر يحتري يجي الشيء منه. فجو عطى الشعار يمينه وعطوه يساره، ما عطوه الشيء. قال وانا فلوسي اكلها الجراد، وين فلوسي؟ قال والله ما عطاك الوزير شيء.
قال ايه ممكن ادخل وزير؟ قال بدخل ويدخلونه. فقال هو يدخل عند الوزير وقال اللي تبيه قريب. قال لا ابي عند الباب. قال اسلم. قال مدحتكم طمعا فيما اؤمله، فلم انا الغير حمل الاثم والنصب، اذ لم تكن صله منكم لذي ادب فاجره الخط او كفاره الكذب. قال امسكوه، قال ويطلعوا ينحاشوا، قال والناس خل مسكين واب مريض هذا اقشر وهجاي وذا. قال زي خلوه يروح ينحاش القافله. قال رجعوني، قالوا درهمين. قال الامل، قالوا درهمين. قال هذا درهمين. بيرجع البيت وحيد حزين. قالوا له تزوج يا اخي، امل بيتك وعياله ورزقهم معهم، رزقهم معهم والله. قال ما جايين رزق اعرف انا. قالوا اتق الله يا ادم. فتزوج ابن الرومي، تزوج وجال عيال، جال هبة الله ومحمد وواحد بعد ثاني صغير. فصار يكدون عليه ويجونهم في مجالسهم يعطونها العباسيين فلوس. بس فيه واحد يكرهه نحوي اسمه سليمان بن الأخفش، ويدري ان ابن الرومي يتطير. كانت حياة ابن الرومي بتضبط. فكان سليمان بن الأخفش يجي الصبح ويطق على ابن الرومي، يطق يقول ابن الرومي من؟ يقول حنظلة ابن مرة. فيتطير ابن الرومي، يتشائم انه يطلع لأنه سمع اسم سيء مرة والحنظلة مرة. فيقول لا إله إلا الله، والله ما أطلع اليوم ذا لأن اليوم ذا مر. فيروح سليمان بن أخفش، يروح يتقضى من السوق. اليوم جاء من بكرة، جاء وطق الباب على ابن الرومي. يا جار، قال ابن الرومي من؟ قال حرب ابن مقاتل. قال ابن الرومي لا آمن، حرب ابن مقاتل اليوم ذا فيه قتل وفيه حرب، والله ما أطلع. يعود يسك الباب في بيته جالس ابن الرومي، واستلمه سليمان بن الأخفش. هذا وضعي ضق الشيء. يا جار، ومستمر سليمان بن الأخفش يوم جاء من بعد بكرة ويطق الباب. افتح. قال ابن الرومي من؟ قال بلاء ابن مصيب. قال لا إله والله ما أطلع. يصك الباب ابن الرومي يقعد ما يطلع، لين علموه جيرانه أن هذا سليمان بن الأخفش يستهبل عليك. يا عيال، كتب قصيدة في سليمان بن الأخفش، حاولت أجيب منها بيت أو بيتين. أقول لكم لا يوجد بيت أو بيتين منها، من القصيدة كلها، يصلح أن يقال بينك وبين نفسك من فحش القصيدة. تدرون وش سوى سليمان بن أخفش؟ جاب الورعين الصغار وخلاهم يغنون القصيدة وهو يرقص عند باب ابن الرومي. يعني تراها ما تثر فيني. طلع ابن الرومي، اللي هذا ابن الرومي غاسله غسل أنهاه في الوجود في تاريخ النحويين أنهاه، وهذا يرقص بالورعين عند الباب. فتركها ابن الأخفش مع الجاه. فمرت الأيام، فكان فيه جار لابن الرومي اسمه علي بن إبراهيم، كاتب البلخي. فكان علي يقول جالس في بيته، إلا في حذف حصى يجي على بيتنا، حذف حصى. يقول فطلعت عاينت إلا زوجة ابن الرومي تحذف وتشر. يقول فجيته قلت شفيت؟ فقالت يا علي تكفى عطنا ماء، احذف علينا ماء واحذف علينا أكل، حنا بنموت من الجوع. هذا اللي 3 أيام ما طلع من البيت ابن الرومي. قال علي ليه؟ قالت متطير. جارنا، شفت جارنا اللي نزل جديد ذا قدامنا؟ قال لي وش فيه؟ قالت أحدب. فابن الرومي كل ما فتح الباب وشافه أحدب زي كذا صك الباب وقال اليوم دا مدبر والله ما طلع. وعلنا 3 أيام بموت جوع. يقول وأنا أخذ ماء وأخذ أكل وحذف عليها وحذف عليها. يقول وأنا أروح لجار ابن الرومي اللي قدام بابه هنا طق الباب. يقول يطلع شايب محردب. قال عسى خير في شيء؟ قلت الفطور معنا. طب كم ما صلينا فجر الشمس ما طلع، وش فيك انت يا ولدي؟ قلت افطر نبي نصلي كلنا جميعا، تعال خلنا نتسنن. امشي يقول حط يدي معي، تعال يلا يلا. قال يا ولد خلني اسك الباب. قلت له انا اسك الباب يلا، عشان يطلع ابن الرومي، عشان يترزق الله، عشان يجيب لها العيشه، لانه متطير متشائم ما يطلع اذا شافه. يقول يوم دخلت البيت يقول انا نادي واحد من غلماني وسي مذكرت، قلت اجلس مكان الشايب عشان ابن الرومي اذا شافك يطلع يقول اليوم ذا زين. يفتح الباب ابن الرومي تهايق لهذا الشاب الوسيم، قال يا الحين نطلع. فطلع وسك الباب وجاه جاره علي بن ابراهيم. قال وينك غايب؟ قال يا ولد اسكت، جاني جار قبيح هنا سد نفسي 3 أيام متشائمت منه وقلت فيه بيتين. قال علي الله لا يوفقك، ايش قلت؟ قال اقول قصرت اخاديعه وغار قذاله، فكانه متربص ان يصفع، وكانما صفعت قفاه مره فاحس ثانيه لها فتجمع. يقول كأنه قد انصفق على رقبته فقاعد متجمع زي كذا عشان ما حد يصفقها الثانية. عاين فيه علي ابراهيم، قال الله يفك ولا يبيض وجهك، اللي جارك لا عزمته ولا سلم من وذاك كلامك. قال يا ابوي فكنا من القبيحين ذولي، الحياة مجمع علي القبيحين، وحتى انت قبيح يعني. يطلع ابن الرومي يروح يتقضى.
والتطير فيه دايم. في أخوياه كانوا يبون ابن الرومي يجيهم يسيد عليهم يقول لهم قصايد يعني، فأرسلوا غلام لهم اسمه إقبال، اسمه زين، علشان ابن الرومي اليوم قال وش اسمك، يقول اسمي إقبال، فينبسط ابن الرومي يجي. فراح إقبال وطق الباب على ابن الرومي، قال ابن الرومي من؟ قال إقبال. قال حلو، إقبال من إقبال الخير والدنيا. ففتح الباب قال أنا بوديك لأخوياك، ركب على هذا الحصان وبوديك. قال يلا، ركب ابن الرومي ومنهم انصف الطريق. قال ابن الرومي وقف 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 انزلني. قال وش فيك طال عمرك عسى ما؟ قال نزلني. هو ينزل ابن الرومي، قال يلا فارد فارد. قال ليه وش فيك وش تغير؟ قال اسمك إقبال، وإذا عكسناه صار لا بقاء لا بقاء، أنت نجسنت أنت، توكل على الله توكل على الله، لا بقاء يعني الحياة بتفنى والدنيا. رح رح ويرجع ابن الرومي البيت وصك الباب. فكانوا الناس يدارون نفسيته القشرة ذي وتشاؤمه وتطيره. لا هو قد جاء بيودي أهله بيوديهم للسوق، ومشوا كلهم يمشون، ومروا من عند نجار حاط الخشب كأنها ألف، وهذه لا يعني طالعة لا خشبتين على بعض يعني، شاف لا وطايح في الأرض إلا فيه تمر طايح. فقال لا تمر لا تمر، ما راح نمر راح نرجع للبيت. قالوا تمر تمر طايح هذا، انت شفيك انت؟ قال عارف الدنيا انا عارف هذه رسالة، والله لو مرينا مش مش اخذ رعين يدخلهم البيت يدخل حرمة يصك الباب. وكانوا الناس يتباشرون باليوم اللي يتشائم فيه ابن الرومي ولا يطلع من البيت، لان لسانه سباب سب يعني. طلع ابن الرومي شاف واحد من جيرانه اسمه عيسى، عيسى بخيل شوي يعني، بس انه ساتر عمره حاله. فقال يقتر عيسى على نفسه يعني يبخل، يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. يقول هو لو يبي يوفر بوده انه يتنفس من منخر واحد، طبعا تنفس بس مو بخل والله جيبا فيه. هجا ذا والتفت وطالع في واحد اللي ذاك وجهه طويل، وجهين نص راسه طويل، ف عاين فيه شوي ذاك ساكت. انت بتعرفون نهار الصيف اطول من الليل، نهار الصيف طويل مره. فقال فوجهه ياخذ من راسه اخذ نهار الصيف من ليله. انت يقول وجهك اخذ راسك كله يعني، ما عاد بقى شيء للاذاني والدنيا. صد عنه وراح يسب الناس، يسب الناس يمين ويسار والدنيا. فكان في محيط اسرته يحب عياله يعني، الشيء الوحيد اللي مخليه متعلق في الدنيا عياله، يحبه محب زوجته يحب. طلع وقال له واحد كيف الحياه؟ قال الله ما اديهم اديهم السعاده دي اعرفها انا يا اخي، الدنيا دي الناس انا ما ادري طلع شيء من فمي ولا، لان الحياه ما تدوم، فواحد وده انه يكون مركز. قال يا اخي ما ادري فيه ما تزين هي كذا عارف. قال يا ولد اذكر الله واحمد الله على النعم واللي اعطاك اياها. قال لا اعرف انا اعرف هالدنيا ذي. فطلع ابن الرومي يوم من الايام للسوق بيخلص له شيء، الا الناس يوم تجمع عليه وضموه ضمة المواساه يعرف هذي. فقال من؟ قالوا ولدك الاوسط محمد مات، وكان يحب محمد مره، فصد عنهم وقعد يبكي 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 لين صفى راسه. فقال مخاطب عيونه يقول بكاؤكما يشفي وان كان لا يجدي، فجودا فقد اودى نظيركما عندي، الا قاتل الله المنايا ورميها من القوم حبات القلوب على عمدي، توخى حمام الموت اوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطه العقد، طواه الردى عني فاضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعدي. مات ولده محمد وقال والله يصلح لك الباقين وهذه الحياة. قال بيموتون. قالوا أنت إيه أنت لمتى؟ قال بيموتون أنا عارف الدنيا هذا، عارف بيموتون كلهم وبموت أنا، خلني أروح معه والله أني أنا على الحياة هذه خلاص. كان شيء عجيب عجيب مرة. ماتت بعد شهور بنته بطل، ومات ولده الثالث خلاص ما عاد عنده أي شيء يخسر خلاص استوت. قال قصيدة في ابنها الثالث، هو رثاهم كلهم، فالثالث كان يقول قصيدة جميلة يقول وبنية إنك والعزاء معا بالأمس لف عليكم الكفن، تالله لا تنفك لي شجنا يمضي الزمان وأنت لي شجن، ما أصبح الدنيا يلي وطنا بل حيث دارك عندي الوطن، أولادنا أنتم لنا فتن وتفارقون فأنتم محن. ورجع ابن الرومي لبيته وكان في حزن عظيم وزوجته حزينة، بس زوجته ما قدرت تحمل الحزن مثله، فماتت زوجته وخلت ابن الرومي لحاله. ف
فكانوا يوم يعزون ابن الرومي في مصايب هذه كلها. ساكت لين جاه ابن الوسوس وجلس عند ركبته وقال له قصيدة جميلة واسى فيها ابن الرومي. تغير ابن الرومي بعدها يقول لابن الوسوس: ولما رأيت الدهر يؤذن صرفه بتفريق ما بيني وبين الحبائب رجعت إلى نفسي فوطنتها على ركوب جميل الصبر عند النوائب. ومن صحب الدنيا على جور حكمها فأيامه محفوفة بالمصائب. فخذ خلسة من كل يوم تعيشه وكن حذرا من كامنات العواقب. ودع عنك ذكر الفال والزجر والطرح تطير جار أو تفاؤل صاحب. فما عاد تطير بعدها ولا عاد تشاءم ابن الرومي. فيوم قرر ابن الرومي أن يعيش حياه سالمة آمنة إلى أن يموت ما يهج أحد ولا يتكلم على أحد. دعاها الوزير أبو الحسين القاسم يحسب أنه ابن الرومي القديم. أبو الحسين القاسم يخاف أنه يهجاه لأن بينه وبين مشاكل، فدعاه وجلس عنده. وابن الرومي منهار تعبان خلاص من الدنيا. قال ابن الرومي: وش مشتهي تاكل؟ قال: والله أي شيء طال عمرك اللي يجي، يعني ما خلاص تعدينا مرحلة أن نشتهي، ما عاد نشتهي شيء. قال: عندي خشكنانة اللي هي الخبز عليها اللوز عليها السكر، ايش رايك؟ قال: هاته طال عمرك هات. فراح ابو الحسين القاسم وحط فيه السم، ملاه السم وقدمه لابن الرومي. فاكل الخبز ابن الرومي كلها وجلس عند ابو الحسين القاسم يسولف معه. فحس ابن الرومي بالنار يومها ولعت، حس بالسم درى. وطالع ابو الحسين القاسم ما قال له ابن الرومي شيء، قال: انا استاذن. فقال ابو الحسين القاسم: وين يا ابن الرومي؟ قال: الى المكان الذي ارسلتني اليه، رايح لموتي. قال ابو الحسين القاسم: سلم على ابوي وامي. قال ابن الرومي: ما طريقي الى النار. يعني يسب لين اخر لحظه بحياته، يعني هو يطلع من عنده او يروح ينسدح في البيت. درى ابن الرومي انها خلاص هذه نهايته رسمي. فدرى واحد من جيرانه وراح جاب له طبيب، فالطبيب قام يضبط العقاقير ويشربه ويضبط يشربه. ثم قال الطبيب: اخطيت. قال ابن الرومي: اخطيت في ايش؟ وش اخطيت فيه؟ قال: الادويه ذي حقت الراس، انا نسيت اجيب حق المشكله، حتى ما عاد يمدي اروح اجيب حقه البطن لان انت ما عاد يمديك. طالع ابن الرومي يعني لين اللحظه الاخيره كذا. ضحك ابن الرومي قال: غلط الطبيب علي غلطه مورد، عجزت موارده عن الاصدار، الناس يلحون الطبيب وانما غلط الطبيب اصابه المقدار. عاد في يدك يعني مين فن. تلحف على جنبه ومات ابن الرومي، قتل من السم. حياة غريبة من بداياتها ونهاياتها غريبة جدا. كانت هذه يا أخوان قصة علي بن العباس بن الرومي، شاعر جميل حتى بترجع من قصائد جميلة جدا، عانى في حياته معاناة طويلة مرة. ما صدر سولفنا يا أخوان من كتاب ابن الرومي اللي كتبها العقاد، يذرون على إطالة، يذرون على القصور. وشكرا ثنيان سبيع، شكرا يعني شكرا انك خليتني بكحل عيوني الحين أرقد، يعطيك العافية. فنشوفكم على خير. السلام عليكم، صبحكم الله بخير. اليوم ان شاء الله عندنا قصه يا اخوان. طبعا المفروض ان القصه وقتها ابكر من كذا بساعه او ساعه ونص، بس انا لي ساعتين وانا في جوجل ماب، لان واحد جاني قال اذا دخلت جوجل ماب وكتبت الشبيرما اذا صح المسمى الخضراء فيه جبل تشكله تشكل الطبيعي على وجه انسان تشوفه في جوجل ماب. فرحت ولقيته يعني، فاستمتعت واخذت وقت ادور في ضلعان الجنوب. فانا قاعد هي تلقاه ورا سارات عبيده. يعني بالمناسبه احب اسلم على كل اهل سارات عبيده، احبهم جدا، كانوا جيراننا. صحيح انهم متروني 3 سنوات وانا منها، لان مطوع امامنا كان منهم، فكان يجيني ويقول: تدري ان الله ما يدخل الجنه الا عبيده؟ ويضاق صدري لانه ما يكذب، هو يطيب حنا بعد نصلي معكم. بس لين علمني عمي انه يقصد ان الله ما يدخل الجنه الا عبيده، يعني الناس اللي تلاعب بالمفردات، انت الناس اللي يعبدون الله يدخلهم الجنه. وانا 3 سنين احسب ان الله ما يدخل الجنه الا القحاطين. يلا يا اخوان عادي ليت نطلع من جوجل ماب وتجول، لاني انا هنا قاعد اسولف لحالي كلكم راح تشوفونها. خلاص انا وش جبل وشجر وتجمعوا مع بعض وصار وجه. يلا مين ما برايح، انا اللي محتاج تعطوني وجه هنا، يلا، لان في السناب المغير انا واهل سارات عبيده، فانا ما عاد عندي استعداد انهم يلعبون في معتقداتي مره ثانيه. فيلا عشان نبدا القصه. في يوم من الايام في وقت الدوله الامويه وفي اطراف العراق كان في رجال اسمه شهاب بن حرقه. رجع شهاب بن حرقه يوم من الايام من الصيد للخيمة اللي فيها أهله وخيامه على عمه بجنبها متجمعة. فنزل صيد، قال يمه
صلحي لنا اكل ولا شيء. قالت وليدي خلنا بوزع على الخيام. قال لي ما عندهم شيء. قلت والله ما عندهم شيء، وان الخيام اللي بجنبنا والله هنذبحهم الجوع كلهم. طيب قال قام ما في حليب البل ما عندنا شيء. قلت والله ان يدوب طاستين تسد، ها ذابحنا الجوع حتى وراعينا تشوفهم. والله اني اطبخ لهم العظام واذوقهم مرقه العظام بس عشان يحسون ان في طعم لحم بس يرقدون. قال احنا وصلنا للدرجه هذه؟ قالت اي والله انا وياك وصلنا لها. هو يلتفت الا عيال عمه رجل يتسابقون ولا يتطرحون ولا، هو يصيح عليهم ويجمعهم كلهم. تجمعوا عند شهاب كلهم عيال عمه، وكان فيهم عاصم ابن كلبه ولد عمه واخوه صابر. فطالع فيهم شهاب قال كم عددكم انتم؟ يطالعون في بعض قالوا 21 رجال. قال والله 60، والله 60 فيكم كلكم. قالوا 60 وش؟ قال انتم وش تشوفون؟ تشوفونكم تستاهلون ونعم، تشوفونكم تستاهلون ونعم، وانتم اهلكم ذابحهم الجوع وانت رايح تسابق بالخيول وتعادي وتطارح وتبارز، وش سرتك؟ قال عاصم سرني في يدي صمصام ما يقف قدام هالرجال. قال يا نعنب وسيف ما يسرعي، اهلك ذابحهم الجوع وانت تقول لي سيف وفي يدكم، وش فعلك؟ ابو عباس يقول السيف لولا الحد والضرب والنار ان كان ما اسم السيف اسم حديده، وش فعلك انت؟ وش سويت بسيفك ذا؟ اهلك ذابحهم الجوع ويطالع في اخوه. قال وانت؟ قال انا اسمي صابر، يعني انا مولود على الدنيا كذا جاهز. انا طالع فيهم قال اقسم بالله العظيم لولا خوفي من الله اني لا اخذ سيفي ولا بقي منكم رجال. سكت شهاب يطالع فيهم وهم متجمعين ساكتين منكسرين ثيابهم متشققه من الفقر. قال من فيكم عنده غداه بكره؟ من فيكم عنده غداه يا فرسان انتم يا هل السيف هل الخيل؟ من في؟ الا هم ساكتين. قال من يكد عليكم انت؟ من؟ وين؟ عاصم من يكد على امك انت؟ قال عاصم بلا سيرة الام يا قال من انا اللي كد على امك؟ انا اللي اجيب لها صيد يوم انك رايح تطارح وتبارز المتخلف الثاني يا اخوي. ولا صابر ساكت. قال صابر طيب وش تبينا نسوي يعني؟ تبينا نبدا نزرع؟ قال الشاب شوفوا انا ما شفته ويتكلم بس انا اعرف صوته الضعيف، هذا صوت اخوي صابر صح؟ قالوا ايه. قال طيب اسمع يا صابر، احنا انا لو اعرف ازرع يا صابر ما فشلت زراعتي للاخلاق والقيم فيك، انت اخلاقك ما اثمرت. احنا ما نبحكي نزرع، احنا لازم نغسل. قالوا احنا 21 رجال. قال اعرف صوت الضعيف هو اخو صابر. قالوا هو صابر. قال ايه الفجر بكره تجيني كل واحد فيكم بحصانه وسيفه معه. قالوا وين بنروح؟ وين بنروح؟ يعني القبائل اليمين ويسارنا بيننا وبينهم صلة قرابة اساسا وانسبا، وين نروح؟ نغزي من؟ بدل احنا 21 نغزي قوم احنا 21. قال الفجر لا يتغيب احد. يوم جاء الفجر هم يتجمعون الرجال على خيولهم واسلحتهم، وطلع شهاب وطالع فيهم قال احنا رايحين نغزي، ترى ما نبراجعين الغانمين ولا ما نبراجعين دايم الضعيف قاعد. قال كلهم على خيولهم. قال وين بنروح؟ قال فيه اكثر من 100 متن في بلاد البحرين. انا اعرف وينها بالضبط. البحرين كانت جزء كبير، البحرين نخدم البحرين ترى جزء كبير من المنطقه الشرقيه ودول الخليج. قال فيه 100 متن نبي نسرقها وندخلها نفود عالج، رمال عالج، النفود الكبيره الحين. ثم اليوم انها دخلت النفود في زنابها. قالوا من يفتكنا من الرياجيل واهلها على بال ما ندخل نفود عالج؟ قال انا. قالت بتموت. قال مت لا تنسون اهلنا. رجع ما نبراجعين. قالوا احنا معك. روحوا الرياجيل ورا شهاب ما يدرون هم يرجعون ولا ما يرجعون، ولا يبون اكثر من 100 متن من البل هم يسرون وراه رايحين لها. ليلك 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 ليلين يوديهم وليلين يصبح عليها ليلين يصبح عليها. هذه تظهر اسمه مرت حتى ورا سارة عبيد. شي هايل معاناة وادي ودنيا وهم ورا شهاب. يوم كملوا الليلة على 14 قال شهاب وصلنا. وصلنا وقفوا هم يوقفون وشهاب يرتفع اللي يشوف البل مثل ما نوصفت له بالضبط أكثر من 100 متن ورايها عنده. هو يعود على أخوياه قال ادلون رمال عالج منا. قالوا وندلها بس دقيقة أنت متأكد في اللي بتسويه؟ قال شهاب خلوا الموضوع عندي ما عليكم. قالوا ولا علينا ما جت 100 متن إلا عندها فرسان مفتكينها من العرب كلها. صاحي أنت ما نقدرهم ما نقدر، يعني بمجرد أننا ننزل ويشوفنا راعي البل بيروح
لا الفرسان يعلمهم متى يمدينا نسوقها، متى يمدينا ندخلها رمال عالج، والله ما يخلونا. قال شفت راعيها أم تلطم ذا عندي أنا بمسك راعيها لا يروح يعلم، واليوم من جو الفرسان شرقت الشمس وجو يدورونها، أنا قدامهم أبو ماطلهم، إن عشت لحقتكم وإن مت أمي وإخواني. قالوا تم. قال شهاب أنا بنزل الحين، إذا شفتوا رجلين الراعي فوق تراني قد رفعته ثم بضربه في الأرض، انزلوا وسوقوا البل كلها لا تلتفتون وراكم، إن عشت لحقتكم. قالوا تم. ينزل طال عمرك الا راعيها متلطم بين البل. ينزل شهاب يدوب يمشي بين وصله، يوم وصله هو يشيله فوق، قالوا شفنا رجلينا خلاص. قال طيب هو ينزله هو يضربه في الأرض، هو يمسك الرجال ويسد فمه، وهم يجونك رجلية وخيالة هم يسوقون البل. قال روحوا لين تدخلون نفوت عالج لا تلتفتون، ما عليكم مني روحوا. هم يسوقون البل يسوقونها وسد فم الرجال ويسوقون البل ويسوقونها ويسوقون أكثر من 100 متر يسرون بها، هم يبيهم يقطعون بس لو نصف يوم، يبيهم إذا دخلوا النفوت خلاص ما عاد لاحقهم أحد، وهو سد فم الرجال وهم يسرون البل كلها، ويتلفت يشوف الفرسان جو لاحظوا ولا لا، وراح عيال عمه بلبل ويلتفت على اخوه صابر. قال اشهاب رح معنا ارواحك معنا. طالع في اشهاب قال رح صابر رح، ها اما توردها مو اريد الابطال ولا استرح خلال المراجل لحالها، روح انا هنا. فراح صابر ساق والبل، فجلس اشهاب هو حاط القماش على فم الراعي لاف بالعمامه وسد فمه، ويتلفت يشوف الفرسان دروا ولا ما دروا اهلها، الا هذا الراعي اللي ما يقول اوعي. قال ولد صوتك تكفى فك. قام واعي وش هابي يفك عن فمه. قال انت ايش تقول؟ قال انا ماني بالراعي. قال لا يا شيخ. قال اي والله. قال اجل انت من؟ قال انا حرامي توني جيت بسرقها وشافها الراعي وراح يعلم الفرسان، فقلت امشي بها. قلت دقيقه كيف تمشي بها؟ انت وش كانت رؤيتك يعني؟ الراعي راح يعلم الفرسان وانت قاعد تمشي حتى ما معك حصان؟ قال يا اخي اقسم بالله يا جوع ذبحنا ما ادري. قال لا اله يعني الفرسان بيجون الحين الراعي راح يعلمهم. قال ايه راح الحين. شهاب طالع قال حرامي مو بنت بتوردها موريد الابطال. قال شهاب انت خليت المراجل لهلها الله لا يوفقك، بدينا انا قاهر انك غبي يعني ما عندك خطه يعني. لا اله هو يطالع الا حوافر الخيل وضربها جايين. قال امنت بالله كم عددهم؟ قال واجد ما تنسير قبلهم. يرفع راس شهاب اللي يشوف الخيل الفرسان جايين دبكهم في الارض ونيرانهم عزاويهم يا عم توهم سارقين البل الحين رايحين على الحرام اذا مربط تحت. يركب شهاب حصانه ويسحب سيفه. قال حرامي وش خطتك؟ قال انت لا تتكلم في الخطط، انت اساسا بيسامحونك لانك غبي، انت موضوع ان شاء الله انا عشت لارجع لك. قال الحرامي لا بالله وش بتسوي؟ قال بوردهم وريد الابطال. هو يضرب حصانه هو يروح للقوم الحالة داخل، يوم اقبل عليهم ويشوفون الفارس اللي جايهم سيفه هو يفج القوم من النص، دخل من النص بينهم وكسروا خيولهم يمه. رجعوا هذا اللي احنا نبيه. فرجعوا وراه هو يبيهم يبعدون بس عن عيال عمه، هو يضربهم عن النص يوم دخلوا هم يدخلون وراه ويسحب سيفه ويقوم يتضربوا الريجين. وشهاب فارس مو بسيط بينهم ويضرب بالسيف يضرب يمين ويسار، ولكن اللي قدامه فرسان ومصايب دواهي ريجين. قالوا يا ولد وقف انت شو اسمك؟ قال انا شهاب بن حرقه السعدي. قالوا حول وشي اهلك طيبين واجواد وكانوا قصرانا وش جاك كان جاي انت بتسرق البل؟ هم يحسبون البل في مراحه البل ما يدرونها قد راحت انسرقت راحت، يحسبونه هو السبب وبيقونه ممسكوه. قال قلب المال والمال مال الله ما هو بلحد. قال الله الله ولد وش القواعد الغريبة دي؟ نعرف حنا اللي يسمعون قصيتين ثلاثة ذولي عن جدانهم ويجوننا منتشين، حنا في كل شهر نذبح 2-3 زي كذا، ودوم انك طلعتنا والله انا انثر دمك لازم هي طلعتنا دي فيها نثر الدم. ويصكون على الفرسان ويتلفت اللي عم ليسهم مصايب كل واحد اكبر من الثاني دواحي ميت. هو طالع فيهم هو معه حصان طيارة، حصانه تعرف ذاك اللي يعطس في البحرين ويقول الحمد لله في الأردن، طيارة هو يبي درب بس يبي طريق ينفتح. قال طيب شكلكم تبوني أوريكم حركتي. قال ورنا حركتك.
قال طيب واحد على واحد؟ قال واحد على واحد. قال طيب اخر افتح طريق. افتح طريق. هو حذف سيفه. قالوا ليه حذفت سيفك؟ قال بعلمكم. هو حذف درعه. قالوا ليه؟ قال السيف والدرع عشان تخفيف الوزن. هو يضرب حصانه. هو يطير من بينهم. والحقوه يجي يركبون خيولهم وراه وراه يا رجل يروحوا يحذفوه يرموه. هو يضرب حصانه. ما يلتفت. حصانه رجلين ما تلمس الارض طاير من حاش. ويلحقون هالليل كله وراه. هو يتيامن مع ميمنة النفود. ويخلي اخوياه مع الميسر قد راحوا. يوم دخل النفود. قالوا بس خلوا خلوا خلوا. هم يوقفون. قالوا خلوا. خلوا يدلف اختار الموت الاصعب. خلوه. هم يرجعون لمراحهم. الا بلهم ميفي. ذاك بربط الحرامي. قال والبل وين؟ قال جو ذوليك واخذوها منا وهذا حاش ضحك عليكم. قالوا وانت من؟ قال انا حرام. قالوا لا حول ولا قوة الا بالله. يعني اللهم لك الحمد اللي سرقنا مو بنت، هذه نعمة بحد ذاتها بس. يطالعون هالبل في بعض. قالوا نلحقهم حق النفود. قال بعضهم تهلك لو لحقناهم ودخلنا النفود وحنا في الوضع دام غير مستعدين تهلك هم جاهزين للنفود. قال اجل مو برايحين نبي نشوف الاحل. ويلتفتون لهذا مربط. قال فكوني اذا تبي تقاتلون فكوني واحد على واحد. يطالعون فيه. قال انت غبائك بياكل مخك بتموت. ما حد يبي يقتلك. انحاش منهم شهاب ودخل النفود. الا تهلك الا صدق ما يدري وين يروح. موات موات. الشمس طلعت عليه واحترت عليه الشمس. هو بحصانه لا معه ماء ولا معه اكل ولا معه ولا فيه ظل. ما يدري وين يروح. يمشي ما مرة يطيح على حصانه ومرة يصحى ومرة ولا يدري وين يوديه حصانه. يوم غابت عليه شمس الريق ناشف هالكان اللي يشوف لاح نور بعيد نار. وهو يميل حصانه يمها. هو يطيح على حصانه. ان بغيت توديني يا حصانه ما بغي روح بس. ولا صح الا بالبنت اللي تقول لا تموت هي صح صح وتاخذ من التراب وتحذف في وجهه وتاخذ. هو يفتح عينه. قال خيارا كتر الشيم ما كان افضل يعني بس بدل التراب ذا. طالع في البنت الا هو يشوفها ويشوف السما وراها ونجوم الا الوجه الجميل اللي يكمل فلك وجمال السما. وجهها مرتب مع نجوم شيء جميل. طالع فيها. قد فيك شيء قم وتراكيه وتسحبه. هو يطالع فيها ويجلس في خيمة ويطيح في طرفها. هو يجمع أنا مت ورحت هذا الحر العين ولا أنا. هو تقوم وتأخذ ماء من زربة وتجمع الماء وتجيب له الماء وتعطيه. قال تشرب. هو يتأملها. قال تشرب إيش فيك أنت؟ هو يأخذ ويشرب شوي يشرب. قلت ها عساك ارتويت. قال والله بنت الأجود أني أشرب الماء لا يقطع ضماي أني ما عاد أدري إيش فيني. انت وش جايبت هنا؟ انت وش اسمك؟ قالت اسمي نعيمه. قال انا اشهد انا. قالت وانت انت من؟ قال انا اسمي شهاب بن حرق انا تاجر ابي اشتري في الاقمشه وضعت. قالت ما في هذا طريق الاقمشه. قال هذا طريق الله يجعله يزهر دائما اللي جابنا هنا. قالت اكلت ولا ما اكلت؟ قال والله اني ان بغيتيني اكلت ان بغيت اللي ودس طال عمرك. قالت ان كانك ما كنت انا جتني جبن فيها في نص القصه. قالت ان كانك ما اكلت طلع الكلمه كانك ما اكلت الحين بيجي لك. قال الله يقويت. يوم جيت بتقوم قال بس وش الاكل يعني وش؟ قالت ابد زوجي الحين بيجيب لك. قال لا يا شيخ لا بالله عاد. قالت ايه زوجي بيجيبه. قال يا اخي يستحي عاد انت وش اللي زوجي ما زال بالله انت زوجه. قالت والله زوجي ورايح الحين يصيد. قال لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي وش المصيبه. قلت انت ايش فيك جوعك حار؟ قال لي حار حرقت سبدي. ما قالت الحين زوجي يجي معها اسد. قال لك وش كيف معه؟ قالت زوجي يصيد سباع بس ياكل السباع. قال الليل صيد السباع. قالت ايه ما ياكل الا الوحوش والسباع. فهو دائما يحب مثلا حزه دي مرقه اسد فبيروح يجيبها. قال بس شكلك ما انت مرتاحه معي لاني معيشت يعني في عزره هنا وفي الحالة في الصحراء. قلت ماني مرتاحه اقسم بالله اني اعشق الارض اللي امشي عليها. والله لو يبي يسكنني في وسط بحر اني لا اعيش معه. قال شف البنت اللي ما تستحي دي. يا خلاص انت. قالت انت ايش فيك؟
فليل هو يجلس ضائع جاه تكاك. يوم جاء الفجر الرجال اللي من بعيد شايل الأسد يقرب وهو طالع قال ها شفتي الأسد مقرط في زوجت. هو طالع قال زوجي هو اللي مقرط في الأسد شف. اللي جاي حط الأسد على متنه لين جاء وحذف به بينهم. قال يا مرحبا من عندنا؟ قالت نعيمة هذا ضيف ضايع في الصحراء واستضفته لين تجي. قال بعدي بعدي والله. هو طالع فيها قال يا مرحبا بالضيف ما عرفتني عليك. قال شهاب بن حرقة. قالوا نعم شهاب أنا عامر الطائي. قال أنا عامر الطائي. قالوا نعم معليش هاجس والله. قال ما خالف أفطرت ولا ما أفطرت؟ قال والله أن والله أن عندي حرقان مالي فيه أحس بشر منين. قال لا لازم تفطر لازم. قال أبدا اللي تشوف. وعامر يسحب الأسد يحطه يطلع سكين ويشق بطنه. قال كيف كبد أسد وقلب؟ قال يا شيخ أنت أنت. قال أوه لك على مرقته قلب أسد وكبد ولقينا كلاوي شيء خلي عندي أنا انسدح أنت. شقها حمس القلب والكبد. وش علومك يا شهاب وش علومك من وين جيت؟ ويسولف عامر وشهاب ويسولفون. وشهاب يطالع في عامر إلا عامر الرجال المتعافي رجال متعافي يرفع شنباته اللي تطيح في النار ياكل النار يرفع شنباته شنباته ويزين الاكل ويسولف هو وياه رجال على هالعلم. قال شهاب انت يعني وش ضرتك الضبا فيه ولا الحمير الوحشيه ولا ليه ما تاكل؟ قال هذه تركنها للضيوف الضيوف اللي يدورونه اللي يذوق الاسد ما حد يتجنب عنه. فقعد شهاب عندهم لليل وعامر بغير عنده كل شوي يقص له من لحمه الاسد يوكله. يوم جاء اخر الليل قال عامر عندنا شراب وله واجد حفوف شيء مناعي خاص دافنه يروح يجيب. يوم جاء بيشرب شهاب الا نعيمه يوم دخلت تبي اغراض. قال شهاب سكرت خلصت لا اله الا الله انا ما عادنا بشرابك في شيء يسكر اكثر. يحب نعيمة شهاب حب من طرف واحد ونعيمة تعشق رجالها وعامر يحب نعيمة هذا داخل عليهم هو ما يبي بس الموضوع خارج عن إرادته. الموضوع البنت جميلة جمال طاغي جمال مبهر مرة مو بفيده. فكل ما جاء بيرفع كاسي بيشرب دخلت نعيمة وقال فقدر خلصت خلاص. فكان عامر يذبح لشهاب فطور وغدا وعشاء ما يخلي ينقص شيء اللي يبيه شهاب يصير شايل شهاب في عيونه. وشهاب كبدة طايحة على بنت الأجواد ذيك يحب نعيمة حب من طرف واحد ما طيب نذوبتن كبدة كل ما جت صد تعب من زينها. ونعيمة طالع في شهاب على انه مجرد انسان بس يعني ما تراه غير ذلك. زوجها عندها يسوى العالمي تعشق بشكل مجنون. وعامر يسوي حركات دائما الوسامة وخفة الدم ما تجتمع فهو يضحك لعيمة ويحذفها برجل الأسد ويتخطيه وتضحك مبسوطة وما شهاب يطالع فيها ما يدري ما يعني تعرف اللي يقول حتى لو انك ما بغيتي وصالي اوعدك لأحبك من بعيد لبعيد ما طالع قال يا اخي ليتني مت في النفود ليتني مت في النفود ولا مت في حبها. يوم غابت الشمس وعامر يشب ناره ويزين عشاه وشهاب يجي ويجلس معه ويسولفون. اللي يسمعون صوت حوافر الخيل جاية وعامر يقوم يسحب سيفه وشهاب يقوم قال عطني سيف عندك سيف خلني افتك عمار من الرجل هات ما ندري من جاينا. وعامر يقوم يعطي السيف هم يقومون يحترون الخيل. يوم اقبلت الخيل وشافهم الا هو ولد عمه عاصم واخوه صابر وتسعة من عيال عمه هم ينزلون هم يسلمون عليه. قال والله ان مفر النفود كله وننشد لين وصلناك وبشرك البلامنا حطينا عند الرياجيل امورنا طيبة انت وش علومك؟ قال انا عند عامر وبشركم اموري طيبه متعافي. قالوا تبي شيء من عامر ولا نمشي؟ قال لا انا بنمشي. هو يركب حصان وبيودع عامر. هاي تطلع نعيمه يوم شافوها يطلعون قال واحد ابو محمد هذه وش هذه يطلعون فيها يصدون شوي. يوم شافها شهاب يركب ابليس جاء حط رجله هنا ابليس وفشح عليه حط رجوله وقام ابليس يلعب براسه بصابعه يقول كذا ها وش رايك؟ وش رايك شهاب عيال عمك واجد وانت تحبها وزوجها مغير رجال واحد ايش رايك؟ قال عامر يلا يجيل العشاء العشاء مرقة فهد تونا صايدينه
نبنت عشة ثم استروا. قال شهاب عامر أنت بيض الله وجهك كلها قصرت علمك غانم وطيب فيني العلم ما فيه إلا سلامتك. خذ نفسك شفت واسلم بنفسك وحنا بناخذ نعيمة. قال عامر ويش؟ قال نعيمة بناخذها معنا يوم نطيب راسك ولا بقطع راسك. عامر يتلفت يطالع في نعيمة ونعيمة يطالع في عامر ويرجع عامر يطالع في ريج. قال انت شو تقول؟ قال شهاب جاك العلم وخر عن نعيمة ما بقتلك والله اني ما بقتلك اباخذ نعيمة معي وبش ترى معززها مكرمة بس جنب عنها. عامر يتبسم قال الايام اللي راحت كلها سكيني حمراء اذبح واصلخ لك وانا قصرت عنك بشيء ولكن انا سكيني حمراء وانا حمراي هذه نعيمة الطيب فيكم ينزل. قال عاصم انت ما سمعت الرجال وينزل عاصم. قال عامر انا من يوم ما جيت وما سمعت صوت رجال. نزل عاصم ولد عم شهاب وسحب سيفه فقال عامر وش اسمك؟ قال مالك دخل في اسمي. قال انا عندي قاعدة ما قتل الرجال اللي نعرف اسمه. قال اسمي عاصم. فجاه عامر يسحب سيفه يسحب في الارض ويتمتم ببيات يقول انك يا عاصم بلا جاهل اذ رمت امرا انت عنه ناكل اني كمي في الحروب باسل ليث اذا اصطك الليوث باسل ضرابها مات العذا مناسل قتال اقران الوغى مقاتل. فجاه عاصم بالسيف عدي فضربه عامر ضربه طرح سيفه ومسك راسه وبركه على رجله وقال شهاب شوف رقبة ولد عمك هو يذكي ذكاه هو ينطله يقعد عاصم ينزف وشهاب واللي معي طالعان فيه. قال اللي بعد عاصم من نزلوا لي رجال بعد عاصم يلا عشان تاخذون البنت. يوم شاف المشهد صابر وينزل من حصانه وياخذ سيفه قال شهاب صابر ارجع لحصانك ارجع. صابر يلتفت يطالع في اخوه قال والله اني ما ادري انت على حق ولا على خطا ولكن والله اني دونك في الحالتين. وهو يتقدم صابر سمع عامر هو يناديه يا صابر فجاء عامر يسحب سيفه في الارض وهو يقول انك والاله لست صابرا على سنان يجلب المقاتر ومنصل مثل الشهاب باترا في كف قرم يمنع الحرائر. هو يمشي هو يقابل صابر هو يتضارب هو صاب بسيوف هو يطرح صابر هو يمسك صابر ويحط وجهه يم شهاب قال هذا اخوك من في غيره. هو يطعن صابر ويطيح صابر على وجهه ميت. يوم شاف المشهد شهاب هو يلتفت على اللي معه كلهم قال نزلنا عليه ضربة رجل واحد كلنا سوا. ويطالع فيهم عامر قال الان طاب الموت ثم طاب الا نعيمه يوم طلعت برمحها وركبت فرسها وقفت بجنب عامر قالت الحياة هم معك ولا ما عاد نبيها. وهي نعيمة رابطين شعرها ورمحها معها وعامر بجنبها هم يتصادمون سوا يقتلون في الناس. شي مخيف اللي شافه شهاب يشوف عيال عمه يمين ويسار يطيحون موتا نعيمة تقتل منا وعامر يقتل منا ونعيم شاف كابوس ممر عليه نعم ليس مزيونة ذي أول مزيونة يعني تحس انها ما لها في الحركات ذي يعني ما تقتل في الناس برمحها وتحذف وتسحب سيف فكان شهاب يشوف عيال عمه يطيحون يموتون يمين ويسار فحذف سيفه في الارض وقال نبي الامان والسلامه قبلنا الامان والسلامه. هو هدت كذا المعركه الا نعيمه تطلع رمحه من بطن واحد يطيح وجهه له دم جمالها صار جمال مرعب جمال مخيف جمال قاتله وطالع فيه عامر بجنبه كله دم قال لقتها من أولى بدال ذي كلها شف ربعك كلهم موتة تحتك. فطاح شهاب على ركبتي طالع في أخوه وعيال عمه فجاء عامر وسحب جثة أخوه ومدها له قال اليد اللي تحشمك وتذبح لك ولا حشمتها هي نفسها اللي تمد لك جثة أخوك. قم وشل الجثث ذي كلها اللي معك أنت أحقر وأوطى من أني قتلك. شل الجثث ذي اللي معك كلها ولا عاد تشوفك عيني.
قال شهاب تكفى خلني اعوض بشيء. قال وش؟ قال عندي 100 ناقه خذها انت ونعيمه. قال ما نبي لا ضعيف شيء ولو ابيها قتلتك واخذتها، بس ما عاد ابي اي شيء يذكرني بالضعيف ذا، الضعيف اللي قرط عندي وطمع في زوجتي فهلكني. اخذ شهاب جثه اخوه ويال عمه الباقيين يساعدون في جثث عيال عمهم يحطونها على خيل. يقول انا اعطيها اظهري وانا اروح اطالع في عامر ونعيم ويطالعوني لين اختفيت. مرت السنين وراح شهاب مع عبد الرحمن بن الاشعث وخرج على الحجاج بن يوسف الثقفي، فامسك على الحجاج واسره وجابه عنده وقال قص راسه. قال طال عمرك قبل لا تقص راسي بعلمك شيء صار لي. فعلمه باللي صار ذا كله عامر ونعيمه والاحداث ذي كلها. فقال الحجاج انا ماني بقص راسك عشانك خرجت علي، انا بقص راسك على اللي سويته في عامر ونعيمه. فالتفت شهاب على الحاضرين وقال له دامكم شاهدتون الامير عفى بخروجي عنه، فلا يكون جرم عامر ونعيمه اكبر من جرم خروجي عن الامير. اعف عنها كلها يا الامير. فقالوا الحاضرين اعف عنها يا الامير اعف. فعفى عنها الحجاج وعطاه عطايا وابل وخير وقال اللي لقيت عامر ونعيمه لا تخليهم. ما لقى شهاب لا عامر ولا نعيمه. عامر ونعيمه حبوا بعض تركوا الناس وصار اي مكان يعيشون فيه لو ان في قلب الصحراء هي جنتهم. انتهت قصتنا يا جماعة الخير. مصادر سولفنا اخوان من كتاب الجاحظ المحاسن والضداد. اعذرونا على الاطالة، اعذرونا على القصور بخصوص اللي في جوجل ماب اللي معلقين على صورة الجبل. انا حافظ يوزراتكم باذن الله اني لبلكم كلكم، لان تخليني رايح اطالع في صورة الجبل هناك بسوي تحضير اساسا على بكرة. فشوفكم على خير في امان الله.